تناول المكتب السياسي وضعية الأمين العام للحزب الذي قدم لنا يعني عرضا معمقا بوضعيته وبقراره التخلي طوعا عن الحصانة البرلمانية، حيث قام المكتب السياسي بالتمسك بالشرعية السياسية للقيادة بتاع الحزب التي انبثقت عن انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وبحضور وسائل الإعلام في دورة علنية للجنة المركزية. لكن الأخ الأمين العام طلب يعني فترة من الراحة، تم الموافقة عليها وتم يعني تفهم رغبة الأمين العام في هذه المرحلة الحالية. بالمقابل تم أيضا تكليف أحد أعضاء المكتب السياسي هو الأخ علي صديقي بتسيير شؤون الحزب بالنيابة إلى غاية انتهاء العارض المؤقت للأخ الأمين العام.